مرحبا، اسمي ماركوس كاي. أنا فنان ومخرج معاق مع التركيز على الفن والعلوم. على مدار العقدين الماضيين كنت أعمل حصريا مع أساليب الفن التوليدي. الفن التوليدي هو أي نوع من الفن تم إنشاؤه بنظام مستقل. إنها ممارسة لها تاريخ طويل يبدأ من العصور القديمة. في العصر الحديث يرتبط عادة بالفن الذي تم إنشاؤه بواسطة خوارزميات الكمبيوتر أو التعليمات البرمجية مع التجارب المبكرة بدءا من الستينيات. تتمثل الطريقة التي يعمل بها الفن التوليدي الحسابي في تحديد المعلمات الأولية ثم السماح للكمبيوتر بإنشاء صورة بناء على تلك المعلمات. على الرغم من وجود سيطرة على هذه المعلمات الأولية، إلا أنه لا يوجد سيطرة على ما سيلده الكمبيوتر بالضبط، وبالتالي يمكن اعتبار الفن على أنه مصنوع بشكل مستقل. في ممارستي الخاصة كنت أخطط دائماً لمنح الكمبيوتر أكبر قدر ممكن من التحكم. أقوم بدور المخرج حيث أقوم بتوجيه الكمبيوتر للتعبير عن مفاهيمي وأفكاري، ولكن أيضاً أتركه يعبر عن نفسه من خلال خوارزمياته. إحدى طرق التفكير في هذا الأمر هي مثل تصوير فيلم وثائقي، حيث يكون هناك سيطرة على بعض الجوانب مثل الوقت والمكان وتحديد مواقع الكاميرات وأجهزة التسجيل، ولكن يسمح للأحداث بالعرض بمفردها دون تدخل. الفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو تطور هذه العملية نفسها والخطوة التالية في التاريخ الطويل للفن التوليدي. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية قمنا مرة أخرى بتعيين بعض المعلمات الأولية التي تحدد الخوارزميات في الحركة والتي تقوم بعد ذلك بإنشاء صورة بناء على بيانات التدريب. هناك عنصر من العشوائية يضاف إلى ذلك يعرف باسم خوارزمية مونت كارلو، وهي نفس الطريقة التي يستخدمها البرنامج ثلاثي الأبعاد والمحاكاة العلمية. الناتج هو تسجيل لهذا التفاعل بين الخوارزميات التي تم تشغيلها من خلال مدخلاتنا الأولية. سيكون تأثير هذه التكنولوجيا هائلاً. سيغير الطريقة التي نتعامل بها مع العديد من التخصصات، وقد أصبح بالفعل نموذجاً جديداً في الطريقة التي نتعامل بها مع المعرفة والعلوم. أرى الذكاء الاصطناعي يتغلغل في كل جانب من جوانب الإنشاء الرقمي ويغير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزة الكمبيوتر بشكل عام. هذه ليست سوى البداية، وكل شخص يقوم بتجربة هذه الوسيلة الجديدة يجلب شيئاً مختلفاً إلى هذا المزيج. في غضون بضع سنوات ستصبح أدوات الذكاء الاصطناعي وكل هذه التقنيات التي نطورها الآن ممارسة قياسية في الصناعة. يعتقد بعض الناس أن ناتج الذكاء الاصطناعي ليس أصلياً ولكنه مجرد مشتق، ومع ذلك يتم توجيه هذه المخرجات بواسطتنا ومن خلال توليفتنا الفريدة من المراجع ووجهات النظر والخبرات، والتي تجلب عنصراً بشرياً فريداً إلى المعادلة. لا يمكن فصل الجانب الإنساني عن الذكاء الاصطناعي، فهو مدرب على البيانات البشرية ويتم إنشاؤه بواسطة البشر. إنها أداة ونموذج فني في نفس الوقت. الفن يدور حول النية والتعبير، وبالتالي فهو يتعلق بالتواصل البشري. يعود الأمر إلينا لاستخدام هذه الأداة للتواصل بطرق إبداعية ومبتكرة. تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للفنانين الفرصة لإيجاد مسارات إبداعية جديدة والتعبير عن أنفسهم بطرق لم تكن ممكنة من قبل، لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت أو الوسائل. لقد تمكنت من تصور المشاريع التي اعتقدت أنها لن ترى ضوء النهار في غضون أيام. باعتباري شخصاً يعاني من إعاقة خطيرة، لم يكن هذا أقل من معجزة، لأنه منحني القدرة على الإبداع والتعبير عن نفسي مرة أخرى التي شعرت أنني فقدتها بسبب مرضي. تتيح هذه التقنية الوصول إلى الفن لملايين الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم من قبل لأي سبب أو قيود، وهو أمر مثير للغاية لرؤيته. يمكن أن يكون العمل عن كثب مع الذكاء الاصطناعي عملية عاكسة واستبطانية للغاية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تكشفها عن أنفسنا وطبيعة الواقع. بصفتنا كائنات بشرية وأدمغة، يمكن مقارنتنا بالنماذج الإحصائية التي تم تدريبها على البيانات الواردة على مدى آلاف السنين تماماً مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه. هناك شيء يسمى تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث في كل مرة يحقق فيها الذكاء الاصطناعي شيئاً ما يتم إهماله على أنه ليس ذكاءً حقيقياً.
قد يفعل الناس هذا دون وعي للاحتفاظ بشعورهم بالتفرد، ولكن مع تحسن الذكاء الاصطناعي في الأشياء التي نعتبرها بشرية حصرية، يصبح انعكاساً للطرق التي يتم بها أتمتة أنظمتنا البيولوجية. هذا رائع لأنه من خلال إنشاء عمليات محاكاة لعمليات الدماغ مثل هذه الشبكات العصبية، نتعلم المزيد عن أدمغتنا. يرتبط هذا بعملي على مدار العقدين الماضيين، والذي كان بمثابة تحقيق حول كيف أصبحت المحاكاة الأدوات الرئيسية للملاحظة في العلوم. في النهاية، يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا على أنها انعكاس لحالة الإنسان ومرآة لنا لفهم أنفسنا بشكل أفضل. إنها أداة رائعة تفتح عالماً من الاحتمالات والاكتشافات الجديدة. الآن نحن فقط نخدش السطح، هذه فقط البداية.